مرحبا، حلقة جديدة من برنامج شو تحب. أكيد اليوم مثل ما عودناكم ضيفنا نجم من نجوم الدراما العراقية والمسرح العراقي، كل بيت عراقي يحبه، نجم كبير وفنان رائع وصاحب كم هائل من الأعمال الجميلة. أكيد تعرفون بالبرنامج بداية رحب بالضيف ويملي الاستمارة، وبعدها نرحب بيه وراح تعرفونه من هو هو. فسيتفضل للاستيج نسلم عليه ونحتفي به. تفضل استاذ، حياك الله وشرفتنا اليوم. الاسم الثلاثي واللقب زهير محمد رشيد. نرحب أجمل ترحيب حبيبي بنجمنا وحبيبنا وأستاذنا الفنان الشامل زهير محمد رشيد. أشكرك. أكيد تحيات الجمهور لك وتحياتنا لك. تسلم لي. واليوم تسلم كل الاستوديو المصورين المخرج المعيد كل فرحانين بوجودك حبيبي. أنت طاقة إيجابية أستاذ. الله يخليك. الله يحفظك إن شاء الله. أشكرك وأشكر الجميع على هذا الاستقبال في الدول عمرك. في قناة الأيام. في الدول عمرك. تشرفنا. حبيبي. التولد يوم شهر سنة 13/10/1955 خندق خشب حبيبي. بس ما شاء الله مول 70 ابوك. لا يا ما ولا تبالغ والله العظيم. ها يلا هاي الحمد لله. لو من تصبغ استاذ ما تصبغ. لا 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 ما اصبغ. ايه يعني اللحيه والهاي الاشياء. ابد ابد ابد. اها حلو. مسقط راسك بغداد. بغداد قنبر علي. قنبر علي. ايه. ها حلو. هذا كل شعر يقول لي قنبر علي تريقت كوباية. حلو هاي المناطق الشعبية. طبعا. وأكلهم وطيبتهم وملقاهم. هم تروح حاليا هاي المناطق تذكر طفولتك أشيائك. البارحة أخذت عمار ورحنا القنبر. تحية لعمار ابنك صديقي وأخوي كل شيء حبان. قنبر علي ورحنا للفضل وبعدين رحنا للصدرية. أنا أحب هاي المناطق الشعبية. هي هاي المناطق الشعبية البغدادية جميلة. أوبشناتها حلوة. ريوك كلهم ملقاهم. من أين ومتى بدأت؟ عام 1977 إذاعة بغداد. العمر كله إن شاء الله حبيبي. يا رب وإن شاء الله حبيبي. عمرك بارية الدخل نعتها يعني هواي. شخصية أثرت بها كثيرون. كثيرون يعني كثيرون. مثلا كثيرون مثلا شخصيات. يعني مثلا تقول أستاذ سليم البصري، أستاذ راسم الجوهري، ملك التلقائية، أستاذ خليل الرفاعي، أستاذ محمد حسين عبد الرحيم، أستاذ عماد بهجت، خالك أستاذ محمد أستاذي ومعلمي. يعني هو اللي صاحب الفضل الأول بدخولي الإذاعة. حلو. أهم منجز بمسيرتك عالم الست وهيبة. واو. هاي شخصية علاء. علاء علاء هاي الشخصية الحد لأنا كم مرات بالشارع علاء أو هيك باقي انطباع. هالسواني جاي أطفال. إيه. علاء 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 يصيحوا لي بالشارع. إيه. عجيب يشوفونها على يوتيوب. أحكي لك على هاي الشخصية شوية. احكي لنا عليها. أنا شخصية علاء كنت رافضها. ما بيها حوار قليل بس سيناريو. فاروق القيسي الله يرحمه رشحني إلى شاف إعلان بالتلفزيون مسرح وجل مسرحي. أستاذ فاروق ماخذ شمرة المخرجين العالميين يعني يجي يبحث مثلا قالوا له رسلان يجي باعك هنا الاستوديو يروح على المونيتر يشوفك. إيه نعم كشاف. إيه طبعا ويسوي لك تيست. فهو رشحني. قلت له أستاذ ماكو حوار. قال لي اقرأ سيناريو. قريت يعني شفيان شر ماكو عيب. أستاذ عمان الرسام وأستاذ صباح عطوان أستاذي أبو علي أوجه التحايا لهم جميعا. فقبلت هيك على مضض وإذا بالشغل الفضل الأول المن المخرج أيوه المخرج هو طبعا المخرج صح. والحمد لله والشكر الحمد لله شخصية تركت انطباع كبير. وكنت ثنائي أنت والفنان غالب جواد الافتحية إلي ثنائي يعني متفاهمين وتركت انطباع عالم ست وهيبة من أجمل الأعمال العراقية. صحيح. يوم حياتك لن تنساه يوم مولدي. زين هاي الأشياء. تدري ليش؟ إيه. قل لي ليش؟ ليش؟ لأن أمي وأبوي فرحوا. الله يرحمه. الله الله يرحمه. حلو 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 حلو. أستاذ زهير خصت فقرة البروفايل. عيوني. عندنا هسه فقرة شو تحب؟ هسه أنت شو تحب حالياً؟ يعني أحب السلام، أحب الوئام، أحب بلدنا ينهض،
أحب الناس متعاونين، أحب الأعمال الفنية تزدهر، أحب جميع الفنانين يشتغلون زين، أحب الأجور للفنان العراقي تصير زينة، إيه أفضل حتى يعيش عيشة كريمة. طبعاً طبعاً صح. هي هاي لأن الفنان هسه الدول العربية الكومبارس بالأعمال العربية ياخذ اجور اكثر من الاعمال بطل بالعراق. عافية عليك. ليش هذا؟ عافية عليك. مشكلة يعني انت من تجي يقول لك مو احنا هذا موضوع طبيعي تقشف وهاي يعني منتج منفذ يجي ياخذ عمل مثلا من قناة 500-600 ألف دولار ايه يظل يحرمص، ينطي ورقتين يحرمص ورقتين إيه؟ مثل اساتذة كبار احنا ما نريد نقلبها صح 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 شو اسمه دراما وتراجيديا بس نتأمل. هذا واقعنا اي بس نتأمل نتأمل يعني يعني شوف التصريح الفنان غالب جوال قال انا جتني اعمال كثيره بهذا رمضان لكن انا ما اشتغلت لان الاجور مو يعني ما تنطيني حقي. انا عمليا عمليا عن اصدقائي طبعا مدراء انتاج والمخرجين اصدقائي قلت لهم لا تزعلون علي انا ما اشتغل بهيك لان احنا بالسنه مره نشتغل بس برمضان صح يعني انت مو هو الموسم مو طوال السنه تشتغل على ما تشتغل لك هنا مثلا بورقتين هنا بثلاث ورقات الحلقه وكذا طلع لك نهاية السنة مثلاً في 30-40 ألف دولار واي على الفنان العراقي ها؟ صح لا قليل أصلاً على الفنان ايه والله العظيم فنتأمل إن شاء الله إن شاء الله بيكون البركة تمام الله يخليك لكن انتو رصيدكم هي سمعتكم محبة الناس والحب لكم. طبعاً الحب طبعاً محبة الناس شيء كبير. فقرة بروفايل خلصت هسه فقرة شو تحب لكن بعد الفاصل رجعنا لكم بعد الفاصل ومن جديد نرحب بنجمنا وحبيبنا واللي احنا من جمهوره حقيقه حبيبي استاذ زهير حبيبي نرحب بك اجمل ترحيب ومستمتعين وياك. هسه عندنا فقره شو تحب حنطيق ثلاثه اظرف شلون باللغه العربيه اظرف ضليع طبعا فانت اختار واحد منهم لا على التعيين يعني اختار لو افتح افتح لا ما تفتح لها بعد هاي لو ظن على خياط العام احسن هذا حلو بس هذا السؤال لين أسئلة صعبة وأسئلة سهلة وهاي الأشياء تفضل تحب الذهب مو؟ أي ذهبي لا لا ذهبي حلو أنت ذهب يا قلبي وأعمالك ذهبية يا قلبي ورسالتك عظيمة حبيبي نبدأ بأول سؤال يا الله بسم الله السؤال الأول تعيش بين بغداد وفنلندا شو تحب من بيناتهم أكثر؟ بغداد هي الحب إيه؟ هي القلب هي الولادة هي الذكريات على الأقل بيها دفن من أحب أبويا وأمي وأختي وعمي بغداد هي الأصل فنلندا حتى ابنك مدفون بيها أي ابني الله يرحمه ويرحمه فنلندا بيها الأحفاد والأولاد بيها الآن أولادي و أنا أشكرهم حقيقة لأن تدري إحنا في فترة شوية صعبة طلعنا يعني آوتنا بس يعني كعمر أنا وعملي وتربيتي ليش قلت لك أنا هسه قنبر علي أروح لها على طول أنت اجتماعي بطبعك وهي شيء تحب هاي ما أطلع بس هم ناس طيبين بشكل لا يوصف صح أي لكن بغداد تبقى بغداد هي الأصل 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 لو خيروك بين العمل ومع الشباب او النجوم شو تحب مع من تعمل مثلا الشاب يجوز يتعب المشهد يعيد النجم مثلا باعتبار ممارسه و... نعم شو تحب اكثر اني شوف رسلان احكي لك الصراحه الان احب اعمل مع الشباب لسبب انا اريد ارجع المسرح انا مع النجوم يعني على طول اصدقائي واحبائي صح. ونجوم كبار وانت ايضا نجم يعني زين نجم كبير يعني احب لو نسوي لنا فرقه مسرحيه من الشباب زين تطعم بنجمين ونسقل مواهبهم نجيب من الاكاديميه من المعهد نسوي اعلان نعرض مسرح نصوره للتلفزيون شويه الحركه ترجع بأجور بسعر تذاكر قليل لإعادة الحياة طبعاً المسرح طبعاً طبعاً ابنك عمار نوجه له تحية يا أبو يوسف حبيبي على خطاك حبيبي شو تحب تنصحه أنا على طول أنصحه أنا اليوم نصحته اليوم زين يعني أحب أنه ينحب أحب يخطو خطوات صحيحة
على طول. أنا المنتقد الوحيد يعني، أنا انتقده على طول. ليش؟ ليش؟ لأن أنا انتقدت. فالنقد بس النقد لكن تخبي كواليس، قلت أتمنى لو ما داخل مثلا الوسط. إيه لأن متعب يعني. زين، أنت شو تشوف أفضل، مقدم لو ممثل؟ مقدم وممثل لو انطوا الشيء اللي يقول على كاركتر، على كاركتر يعني. مو ما يقدم ما يقدم كوميديا. ها، ما يقدم كوميديا. لا 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 لا. يعني ما تشوف يمثل كوميديا؟ لا لا، مو ما أشوف. هو الآن هو شاب وسيم وحليه ومثلك ما شاء الله في دول عمرك. وأنا قلت لك هسه قبل التسجيل، قلت لك أنت تصير ممثل شهادة بس ممثل يعني، بس مو تروح لي على الكوميديا تصير مثل مثلا سعد خليفة أو مثل زهير أو مثل ماجد. لا لا، شيء خاص كوميديا لايت ممكن، بس دراما دراما. فعمار يلوق لهاي الأشياء. تمام. أنت تقول أحب الواسطة بالعمل الفني، شو تحب من الواسطة وهي ذميمة؟ الواسطة اللي 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 أعنيها إنه هسه أنا شفت رسلان، شفت أحد الإخوان هنا بنقولها بالشعبي لازمة، أنا أتوسط له، أتوسط له روح المخرج، هاي واسطة. ايه؟ أجيبه بس ما بلازمة. بس ما أقدر أسوي يعني ممثل. صح. ما أقدر أصنع منه، بس شنو سهلت له الأمر، سهل له دخول، جبت المكان. مو أو أسوي له واسطة أسوي ممثل، لا. ايه؟ أنا هذا اللي أقصد. إذا مو هو يحب وهو بداخله بذرة ممثل وهواية. أكيد أكيد هواية هي، تشوف الفن هواية. بس هي الواسطة تحرم الآخرين، لكن أنت. لا لا، أنا ما أقصد واسطة يعني عرف أجي أنطي الإسلام مثلا، أنا أعرفه وأحبه وصديق ابني وصديقي. ايه؟ أجي أقول للمخرج أعطي هاي الشخصية مكان هاي كان. لا هاي لا لا لا. بس تسهل له الدخل على السكة باعتبار علاقاتك وهاي. بالضبط. حلو، التوضيح مهم جدا. بين استراحة الظهيرة قبل عقود وكاراكاتير، شو تحب أكثر تجربة من بينهم؟ الثنين. الثنين. أي ذيك البداية استراحة الظهيرة كان سوي منع تجوال. حاكي لك مو؟ أنت سد تشوفها باليوتيوب؟ أي موجودة على اليوتيوب. صح. وشوفها. أي صح. اسأل الوالد، اسأل. لا هن أكيد كلهم شايفيها. صح. يعني كان سوي منع تجول وبينقد. صح. ها. صح. يعني ننتقد. كاريكاتير إجا بوقت تدري يعني 2004. يعني الناس كانت أيضا شوية متعبة. صح. زين يعني على الخدمات وما الخدمات كنا ننتقد. والحد الآن إحنا شين الضيئة. إيه إيه إيه. لا خدمات. مو لا. ننتقد حتى السياسيين يعني، المجال صار أوسع لنا بالنقد. وما يعجبوك تعودوا على النقد، قاموا يحسونها. أنا أحكي لك هسه صارت الدبغة وشاف الدبغة وصار عادي. لا بروحنا ب 2004 من جين كانوا. لا اي لا لا، أحكي لك على السياسيين. اي هم السياسيين، حتى السياسيين. لا السياسيين كانوا شوية ها بيهم لازمة. مو احنا شوف، انا قلت لهم، قلت لهم احنا نجي ننتقد واحد بايق 100,000 ورا النقد بثلاث سنوات يبقى مليار. ايش سوينا؟ ننتقد احسن. صح. انت تشجع على الجروبات الفنيه اي، او كما تسميها شله. اي شله اصدقاء، شله فنيه. شو تحب بهذا الموضوع؟ الجروب اللي اقصده هنا هو التفاهم. يعني على سبيل المثال عملنا انا والاخ سعد خليفه والاخ ماجد ياسين، يعني نجمنا وماجد ياسين وسعد خليفه وعلي جابر بكاريكاتير وبشرى اسماعيل. هالمجموعه احنا سوينا مسلسل. يعني من كاريكاتير احنا سوينا مسلسل متفاهمين. اعرف اني سعد، ميز قمر بعدين، واياد. يعني هسه اني واياد وسعد من ندخل بالاستوديو واحد يفهم الاخ، بس مو معناها على طول. ايه. لا لا. مو 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 على طول. يعني اكو كيمياء انت تفاهم. بالضبط. عافية عليك. شو تحب اكثر ممثله كوميديه اشتغلت وياها؟ بشرى اسماعيل. الف تحيه لها. مليون تحيه لها. كان وياكم فنان استشهد وليد اجعاز. وليد حسن اجعاز. وليد حسن اجعاز. الف رحمه على روحه، يرحم والديك. اي وليد. نسمه لو امل طاها. نسمه لو امل طاها هو لكل ممثل او ممثله له نكهته الخاصه. صح. اكيد يعني الاسطره امل طاها. اي صح. نسمة محبوبة وحبوبة والمستقبل أمامها أيضا. بس صعدت بسرعة ودا تمشي يعني، مو دا تزحف. أي صح. ممثلة محبوبة. صح. يعني من يصير عمرها الفني بقد عمر الفني مال أمل طه الله يرحمها، لا تصعد وتصعد وتصعد. أها. نعم. خصوصا حاليا السوشيال ميديا وهالمواقع توصل اسرع. طبعا طبعا. لكن اكيد تبقى الامل طه قريبه نكهتها الخاصه. الرحمه والخلود لها. امين.
رغم غربتك لكنك تحيي المناسبات الدينية. شو تحب من هاي الأمور الدينية؟ تزور، أنا مرات أشوفك أنت وعمار طبعاً نشرون طبعاً بزيارات طبعاً. زيارة العلم هاي الزيارات هي بالدم صح، يعني مو يعني شو أقول لك، ما أقلد أحد أو أجي مناسبة هيك يعني بس شوف، لا عندك طقوس خاصة. الأئمة عليهم السلام دول في القلب صح، شايف؟ وبعدين أنا، أنت ستقول لي أنا أحب التاريخ، حكيته أنا أيضا أحب التاريخ السياسي، أحب التاريخ الفلسفي، أحب التاريخ الديني، قريته تمام، قريته وأحضر مناسبات دينية ويعني زيارات هاي. بعدين واللي يقرأ التاريخ الديني يعرف قيمة أهل البيت عليهم السلام، هم للإنسانية جمعاء. أنت تعرف البكي شو يسوي بالإنسان، يطهره صح. أنا من أروح أبكي لا إراديا، أكو روحانية تحس بضعف عليك. نعم صح صح. شو تحب تقول للمنتجين بعد تراجع مستوى الأعمال العراقية؟ المنتجين المنفذين تقصد غير؟ نتأمل أنه الأعمال تزدهر، بس أهم شيء بالعمل الفني يا رسلان الإنتاج صح، أهم شيء هي. يعني هسه إحنا من نقيس الأعمال، ممكن الأخ فاضل عباس يعرف كمؤلف ومشتغل أعمال كثيرة، من نجي الهوليود ونجي الأعمال العربية مش قد الفرق واي. ليش؟ صرف يعني الفيلم الأمريكي الآن لا يجيبون ممثل مثلا نجم، ايه ينطونا مثلا دور يطلع ضيف شرف، ايه في سبيل يطلع بس صورته بالإعلان. نعم. أو مثلا فلان بشهرك ينطوه مثلا 10 مليون دولار 20 مليون دولار. صحيح، احنا نجيب نجم كبير، شلون نقضى على هالموضوع؟ هو بال زين، لازم المنتج يريد يربح 60% أو 70%، شلون نقضى على هالموضوع؟ شوف نكون صريحين طبعا، أنا هاي وظيفة أنا قلتها بلقاء، لا قلتها بلقاء بالشبكة، بشبكة الإعلام. الإنتاج منك يبدي، يعني مثلا لو ننتج لنا في 15 مسلسل بالسنة، 15 مسلسل بالسنة الشبكة تنتج، القنوات الأخرى راح صح تجد تنافس صح، ينتجون بس صرف الرادي. هسا أنت قاعدين، إحنا هنا استوديو حلو، كراسي تقدر تجيب كراسي مال قهوة صح، صح ولا غلط؟ هذا يسموه إنتاج، تقدر تجيب فخامة البرنامج للضيف، تقدر تجيب لك مصور مبتدئ، تقدر يعني في يطلع مقدم شلون ما كان، لا وخصوصا الدراما، الدراما يراد لها صرف ويراد الانتاجيه صح، لانها صح. ولا مؤلفين عندنا، مخرجين عندنا، فنانين كبار عندنا، واعلاميين حلوين عندنا. فدوى العمر استاذ، فدوى الشهاده، انت نجمنا وحبيبنا حبيب. فقره شو تحب خلصت هسه، عندنا فقره شنو رايك نستعرض لك صور، لكن بعد الفاصل. أكيد رجعنا لكم بعد هذا الفاصل القصير. هسه فقرة شنو رأيك أستاذ زهير؟ أين؟ راح نستعرض لك صور تطلع رأيك بيها. صور؟ صور؟ إيه يلا. إيه. علم العراقي. الله. الراية هاي بعد. إيه. هاي راية كل عراقي وكل عربي أيضا. نجمنا وحبيبنا أستاذ محمد حسين عبد الرحيم، خالك وخال والد. هو خالي، انت تعرف اني بالفتره الاخيره قمت اصيح لخالي. والله انت مثل الاصدقاء يعني، كنت اصيح محمد ويصير زهير، بعدين ابو ميسون، بعدين خالي وحبيبي وصديقي ومعلمي، ملكي التلقائي، قمه الاخلاق والادب والالتزام، مو لانه خالي الكل يعرف. انتم نفس العمر لو فرق هواي؟ 4 سنين 5. حلو، مو ما شاء الله بين اكبر منك بهواي اصدقاء، ما اقول لك انت كاشان. حبيبي ألف تحية لنجمنا محمد حسين عبد الرحيم، وإن شاء الله نستضيفه بحلقة من الحلقات البرنامج. إن شاء الله. شرفنا الإمام الثاني، الله يطول بعمره ويحفظه ويكون خيمة للعراقيين. شنو سر العراقيين كلهم يحبوا كل طوائف؟ يعني شوف أكو ناس تقول السيد الثاني ما يطلع، بس أكو لقاءات بسيطة. أنا ممثل صح؟ أنت مقدم، أنا أشوفه من قعدته من بيته من كذا، أنت فسر بعد. هي رسالة عظيمة، فسر
أنا دا أحكي لك أكو هواي رجال دين إحنا نشوفهم بس هو بعدين أنا ما ملتقي به للأسف بس أحسه محب للجميع. محب وأب وعم وجد لكل عراقي. هو مفتوح عده زياره اي شخص يزوره إن شاء الله. فكيف انت فنان ونجم إن شاء الكل الله. مفتوح بابا يزوره الله يطول يا اهلي يروح لان هم ما زايره يا اهلي يروح يقول يدعي العراق فهي هذا هنيان شخص يدعي لنا له ما له وعليه ما عليه. انا عاصرت الفتره اللي حكم بها صدام حسين يعني هم موضوع يطيل شرحه بس نتمنى من الله سبحانه وتعالى انه ما تعذيك الايام ان شاء الله. الجواز الفنلندي. الجواز الفنلندي يدخل الى 198 دولة بدون تأشيرة بدون فيزا وتأشيرة بدون تأشيرة بدون فيزا ومن ثاني جواز او كان هو اول جواز الان هو ثاني جواز بعد سنغافوره. اها طبعا جميل. الاحتلال مقيت انا عندي هيش تعليق صغير اقدر اعلق ايه على الموضوع ايه؟ فديوم انا رايح للسعوديه دياله فسيطره اكو واحد ماخذ فلوس من نسيبي فسيطره مع الامريكان قلت له لسه يطلع قال يضربونه قلت له اطلع ناس يعني على مود نبقى بالسرة ونطول طلع شوية بعدين طبقنا وصلنا اجى الامريكي ويا واحد ملثم بس عيونه طالعة حكى ويا السايق هويات اعطيته هويتي بابا قال لي هلا الامريكي باعه قال له شنو قال له اكثر انا انجليزي قليل فنزلني خذ صور وياي العالم الواقفة شافوا سهير ياخذ صور ويا الامريكي شلون شغله قلت خاف على بالهم عميل شنو يقتلوني فراد مني اوتوغراف المترجم قال لي توقيع يعني والله العظيم قال لي ارد اوديها لزوجتي قلت اتمنى من الله ان تخرجوا قريبا الى بلدكم التوقيع سعد خليفه ورطت سعد المترجم ضحك قال لي ليش كتبت سعد قال له شنو قال هذا كتب اسم صاحبه ايش قلت له قلت له خاف يلزموك مو اسم زهير اسم سعد اي الف تحيه لنجمنا سعد خليفه كان اهم فتره ترى مؤلمه خلصت هاي الفقره شو رايك بها حلوه انت الاحلى والاجمل هسه فقره انجح وربح لكن بعد الفاصل أكيد رجعنا لكم بعد الفاصل أستاذ زهير ما شاء الله جاي سوق لا حبيبي صدق هو هذا مو عصير عصير صدق لا كذب أستاذ زهير عندك كافك هلمت هذا ثاني قلاص طبعا شنو عصرة بيدك أستاذ شنو أستاذ طيب كل ما أنا عبالي بس شكل عبالي ما بنديك نتخلص هذا ما كان حبيبي 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 جيبوا له صندوق خليتك استاذ عيوني ان راكور خليه يجي فرحت نسمي شرب لا بس هو تدري طيب ذوق على ذوق الف عافيه والله الف عافيه حبيبي هسه تخوب خزن الطاقه صعدت اسال لا اشرب القلاص هذا الف عافيه شرب هسه الطاقه صعدت تجاوبنا اوكي 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 عندنا فقره انجح واربح انجح فقره اربح وانجح انجح واربح انجح واربح يلا اربح وانجح نفس الشيء يلا نفس الشيء قول كل سؤال جاوب عليه يعطيك حرف من شخصيه مشهوره بالاخير جمعهن وتعرف هاي الشخصيه من عليه 10 درجات أوكي. وكل الاسئله عليها 90 درجه يعني 100 تكون يا الله ان شاء الله تاخذ 100 يا الله 100 لا يلا ان شاء الله اول سؤال اول من هو اول نبي صام في التاريخ البشري عند سفينة نوح سيدنا نوح ايه قلت لك سفينة مو قلت لك عافية. اليوم عافية راح اغششك شوي عافية ايه. عافية بس اسرع تطيني هذا حرف الحاء خليهم بالتسلسل حتى تعرفهم بالاخير حرف الحاء لو النون لا لا بعدين راح تعرف الشخصية هذا مو نوح يعني مو من مو اسم نوح لا غير نوح هاي السؤال عبالي سيدنا نوح زين هاي حاء
ايه هذا هسه عندك 10 درجات. زين. أول نبي تكلم باللغة العربية أيضا نبي. سيدنا إسماعيل. إسماعيل صح أحسنت صح؟ أحسنت. هسه ترى عبالهم غششتني والله ما غششتني. لا والله ما مغششه هذا حرف القاف. بالأخير رحمه أعطيك غشك على الشخصية بالأخير. يا حبيبي. تأمر أمر. يا الله. السؤال الثالث. هذا شوي صعب. من أول من اكتشف لعبة الدومينو؟ أعتقد اسمه دومينو. لا. من الحضارات. إيطالي. اللعبة. إيطالي. من الحضارات. إيطالي هو. لا لا. اسم دومينو. لعبة اخترعوها واكتشفوها يعني أصحاب حضارات. أصحاب حضارات. الحضارة المصرية، اليونانية، البابلية. يعني. الصينية. مصرية مثلا؟ لا خطأ. عندك هاي خطأ. البابليون. منو؟ البابليون. لا والله هم من عندنا. من عندنا ايه؟ لا شوف القهوة. بيت مدينف. ما تروش. والله هاي أول مرة أسمع هيك معلومة. شلوني؟ يعني ترى أنا عصبي بالاسم. يعني أبو خد مصر كان يلعب دومنا. كان يلعب دومنا ايه؟ يحب هاي الأزنيف. بس يزاغل بالطاولة أبو خد مصر. تحياتنا إليه راعي الحرف. يلا. ما هو أكبر خليج في العالم؟ أكبر خليج؟ مو الخليج العربي حتى. لا 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 لا, لا ولا خليج أنا ما لا. خلي وأنا فاضل عباس. تحياتنا لا خلي أخذ راحتك نادر دباء فاضل عباس. أكبر خليج. دولة لعبنا بيها بكأس العالم أحمد راضي قول بيها. على بلجيكا راح هي المكسيك. مكسيك اي شوف هسه ربحت ربحت ورده والله جاي سهل شنو الاسئله السهله هاي سويت لك اياها طبي خراب يلا هذا حبيبي حبيبي استاذ تريدني انا اعرفه بعدين لو هو يطلع اسمه بعدين هسه خليهن شوي شوي راح تعرفه. ما هو البلد التي الفت كتاب كليله ودمنا المشهور هاي مال فرط الرمان اي اي بلد؟ اعتقد فارس. لا فارسيه هي كليل ودمنه. كليل ودمنه مو فارسيه؟ فرط الرمان هاي القصه المشهوره. اي وفي سالف الازمان هاي سوالف. اي اي اعرف ايه. اعرف بس مؤلف اسمه بودبا. شو اسمه؟ بودبا. ما مشتغل وياه بودبا. هي تدري شنو؟ بلد يكذبون هواي بالافلام والمسلسلات. هند. لا والله حياتنا الميتاب ما يزعل يدز نقوامه ما بينا خير. تدري انا عبالي فارسيه. لا ممتاز. شلون جاي سهل لك اياها طبعا شلون بس هي صعبه هم صعبه يلا. من هم اول من طافوا بالكعبه بعد ان بناها ابراهيم عليه السلام؟ طافوا عليها. أكيد غير قريش. لا. أنت يعني أقوام تريد قوم؟ ما أقدر أقول لك منو هذا السؤال. لا لا قوم يعني لو. لا لا مو قوم. لا شم. لا شنو؟ يعني. مجموعة. شلون أوصف لك إياهم؟ مو بشر هم. ملائكة يعني؟ ملائكة. صح. لا والله والله عشان جاوبت جاوبت شلوني والله معلوماتي قوية أنا يعني. لا ما تتواجه. شين جماعة أبيع نفسي خلي أخذوا راحتهم وليقرون كتب شين لام يصير بابا على الحروف طبعا البعض زي يقولون رستان تهجم على جماعة اللي يقرون كتب مثقفين بواسات لكم لا ليش لا بالعكس نفخر بكل مثقفين وكل شخص يقرأ لأن إحنا أصحاب القراءة طبعاً ثقافة العراقيين طبعاً شيء يولد كل شهر قمر القمر من الصبح اللي يطلع يومية لا لا هذا كل شهر يطلع الـ الـ كل شهر يطلع الهلال غير إيه صح الهلال أجد أقول له والهلال ابن القمر أدري بي بعد ليش قلت لي لا ابن هذا الميني صغير بس يدي الزمان يروح له هسه شو رايكم دافوز جاي تفوز شو ما تحجون هي جاي تفوز يلا حرف الباء
بس القمر من ينزل بين الهلال السوق ما يروح ما يصخر له. يلا خدمتك. صورة أو سورة ذكرت في القرآن وتعتبر الوحيدة التي لا تحتوي على حرف الميم، فما هي؟ يسموها من الآيات القصيرة أو نبي من الأنبياء، يعني تهجموا علي وقالوا له هيك وما عندك ذرية ونزلت الآية. نبي ما عندك ذرية. عنده ذرية لكن ما عنده أولاد. بعدين يجوا أولاد. إيه. إبراهيم. سيدنا إبراهيم. لا لا. ما عنده أولاد. فاطمة الزهراء لقبت بها. نزلت على رسول الله عليه الصلاة والسلام والبيته. من عيرو قالوا للأبتر إنا أعطيناك الكوثر وصلي ربي كان عن نشانك هو الأبتر. صدق الله الكوثر هي فاطمة الزهراء عليه السلام. عليه السلام. أكيد أم الحسن والحسين راعي عليك حرف ثاني. عليه السلام. عليه السلام. هسه جمع الحروف عندك حرفين أخذت هسه 70% إذا 70% بس بمساعدتي أكيد يعني. يعني قول 50. لا أزيد أنا راح أقول لك 60. يعني ما أخذت. لا أزيد جاي أقول لك أزيد. أي يعني. لا. هسه أنا جمع. هسه جمع. طبعا هو رمز من البدايه عراقي ورائد بالمسرح العراقي واكو مسرح باسمه. الحرف الثالث عندك والاخير نقص. وقف. لا هذا اسمه واسم لقبه او ابوه. ايه لقب عشيرته و... حق الشبلي صح 80 اخذت. لا والله والله مو صح حق الشبلي صح زهير. إيه؟ محمد رشيد نجمنا استاذنا 80 حتى التوثيق ما عندي قلم اسجل. يا حبيبي يا حبيبي طبعا الف رحمه على روحه. الف رحمه على روحه. رائد مسرح اول نقيب كبير. اول نقيب للفنانين بعدين اعتقد لا ما يعني ما اجزم انه اول بس هو نقيب الفنانين. معهد الفنون الجميله رائد من رواده درس برا والى الفضل الكبير يعني كل نجومنا لهم فضل على الفن وانت ايضا من الفنانين روادنا رواد وبصمة. واتمنى كل روادنا يصير لهم متحف يا رب ان شاء الله يا رب. هاي حلوه حبيبي ان شاء الله يا رب. اعمالكم اللي قدمتوا بيها زيكم المفروض كله يكون بمتحف يا قلبي يعني أستاذ. الجمهور يحبكم ويحب كل تفاصيلكم. الحمد لله الحمد لله. اساتذتنا واحبتنا نريد موقف شيء الاجواء احسها يعني كانت جديه بالاسئله والهري. لا والله اسئله حلوه تدول عمرك شهاده وممتعه وانت رائع يعني مو قدامك انا من زمان قايل لك صح. بس انت شويه هم مثلي عصبي مو؟ ايه الاحظك انا باللقاءات تستفز بسرعه صح. انا ما استفز بس انا مو استفز انا اتحمل إيه. اتحمل واحذر الحليم اذا غضب. الامام الصادق سلام الله عليه عنده قول يقول من حلم ساد يعني اللي عنده حلم يسود طبعا لكن طبعاً. هي شو تسوي واحد مرات يطلعوك من طورك إيه بس تسكت مره مرتين ثلاثه بعدين تنفجر بس هاي صارت جغده بس هسه راح تعوف انت العصبيه اي طبعا ان شاء الله انا متاكد اي ان شاء الله شويه 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 الواحد صح روعة وصير ممثل إن شاء الله إضافة للإعلام أغلب الضيوف يقولون صير ممثل إيه يعني بس حبيت الموضوع مو كوميديان دير بالك إيه ليش كوميديا صعبة بعدين لا 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 شوية شوية أنت يلوق لك شو غالب جواد إيه تحية الفنان إيه حبيبي أتشرف بيك وغالب كل فنانين وأساتذتي وجاي تعطونا حقيقة طاقة إيجابية بهذا الكلام هسه أنا أسألك سؤال شنو رسلان رسلان معناها الأسد أو الفارس الأصيل وانا اذا بزونه طريتها ما تروح اخاف انت بطبيعتك تخاف من الحيوانات لا بعض الكلب والبزون وهاي الاشياء والمسبح اخاف من المي انا اخاف من الفاره اموت هي مقززه لا لا اخاف مو والله بالله الى ان اذا عتو خوب واذا اسود وطرده وينفخ عليك اقول اخذ راحتك اسد الباب وطب حبيبي رسلان يا ورده حبيب استاذ موقف سويته بسعد خليفه والله ويا سعد هي المواقف هوايه اخرها مال من صارت كورونا عمار ابني ببيته انا قاعد بس يطلع هوايه قلت له بعد ما ابقى يمك رحت قعدت في فندق ولد صديقنا وصديق الاخ حافظ العيب يوجه تحيه لهم ابو حسن بالسعدون فانطوني غرفه وصاله حتى باجور يعني ما اخذوا مني خطيه ماكو ناس ماكو عالم بس ونسوي بيه فخابر سعد يجيني هو ومهدي الحسيني الله يرحمه الله يرحمه كرار رحمة الله على رب اي والله رضا طارش فاجى سعد اول ما شفته كورونا موجود انا كله شو اسمه هذا اي معقم معقم مسوي سائل وديتول
وكم مامات اول ما اجى سعاد قلت له اوقف قال لي ايش بيك؟ قلت له كورونا. قال لي مو شكشك ثلاث ايام ما يطلع من البيت خطيه. تنقنفش مو انا نسيت بزارع كله. اي خطيه. فرشيته رش من فوق ليجو وقال لي نثرت نثر. قال لي حشره. اكيد تعلمون ده وعلمون لك نسيت انت. لا احبه على شيء الف تحيه الى نجومنا. اياد راضي نختم. اياد راضي. اياد راضي. اياد راضي شوف اني اسميه امبراطور الكوميديا الان. اني شخصيه. ليش؟ اياد فطن ذكي اهم شيء يطور نفسه الذكاء ويطور نفسه. بس يعني احسه واني قلت له مره من المرات يعني يذوج بسرعه او قلق قلق يجي من الحرص طبعا. بس اذا زاد عن حده يقتل. صح. فهو حق يعني حقه. وبعدين صديق عزيز علي ومن امثل انا وياه ادخل للاستوديو وانا مطمئن تستمتع. لا مطمئن ماني مغمض اطب يعني. حتى النص اذا قال لي عندي عمل ثق بالله ما اقرا. اجي ليش؟ اقول اياد راضي قرا. من نشتغل سوى مثلا اقول له ابو رضا لو هاي ليش تصير اوكي. هو يقول لي يتقبل يعني بالاستوديو بين يعني يتقبل, يتقبل منه ويتقبل حلو حلو. ما عندنا هاي الانا تنهي بسرعه ولا اكو بعض الفنانين ودليل نجاحه واستمراريته ورضا. الف تحيه الى نجمنا أسطى. تعرف شنو الأسطى؟ ايه والنعم منه ومنك يا حبيبي. وصلنا لختام الحلقه حالك ومستمتعين بحضورك وشرفتنا استاذ زهير يا قلبي. وتحياتنا لك بحجم طيبتك وابداعك. بوسات يا قلبي. قبل ظلك يا قلبي حبيب استاذ زهير فدول عمرك يا حبيبي فدول عمرك. شرفتنا قلبي. أنا أشكرك. الشكر لي سعد رحيم مخرج البرنامج ومعد البرنامج فاضل عباس وأخوتي خلف الكواليس تحية لهم أيضا وقبلات على جميلهم الطاهر. وشكر موصول لكم محبة المشاهدين. نلتقيكم في حلقة أخرى. حتى ذلك الحين في أمان الله.